مرحبا. في الفيديو متاع اليوم شاتيكم طليعة صغرونة ونديتي ميغن، وعندي ثقة فيكم أنت نجمو طلعوها. دونك مرحبا بكم في ألم على المونتاليست. والطليعة هذية راهي برشا يغلطوا فيها من اللول، دونك ركزوا معايا بالكده. ثم إنسان دخل البوتيك مشي يشري كرة أو ساشي، سوم الكرة والساشي طلعوا دينار ومية، مع العلم أنه الكرة أغلى دينار من الساشي. دونك نحبك تقولي قدي سوم الساشي. نعطيك 3 سكوند، 1 2 3. برشا عباد يمشي في مخهم اللي سوم الساشي 100 فرنك، والريبونز غلط. علاش؟ على خاطر احنا قلنا الساشي سومها 100 والكرة اغلى دينار من الساشي. دونك كان سوم الساشي 100، دونك نزيدو دينار باش يسوم الكرة دينار و100. دونك دينار و100 و100 متاع الساشي باش يجي دينار و200، واحنا قلنا توتال يجي دينار و100. دونك نحبكم تخمو بالكدا وتقولوا لي قداه سوم الساشي، واللي لقى الريبونس يحط الريبونس في كومنتير، والريبونس صحيحه تنحط عليها جيم. وعندي ثقة فيكم أنكم مش لقاو ريبونس فيسع فيسع، خاطر نعرفكم كاسحي. وكل عادة كان عجبتكم الفيديو ما تنساوش تعملوا جيم وفولو. كان معكم فيصل مونتاليست، ملتقانا إن شاء الله فيديو واحد أخرى. علي باي باي، تشاو تشاو.